شوي، اذا جنبك ما يصفى، اذا على امك ما يصفى، على ابوك ما يصفى، على اخوك ما يصفى، على اختك ما يصفى، بيصفى على بنت الناس الغريبه؟ لن يصفو. ولهذا نقول الان وقف مشروع زواجي، لين نتعلم شلون نصفي قلوبنا. فاذا اي فريق داخل الاسره او برا الاسره عشان ينجح لابد يكون، مو لازم انا احبك واعشقك، لا، بس قلبي نظيف وبسهوله اصفيه. انت غلط، صار شيء غلط مني، خسرنا فليساتنا، وياك حطينا مليون، احنا صار ما عندنا، حطينا وراح المليون بالاسهم كذا، عادي، يلا ما عليه بعد، اذا تصرفت غلط ما عندي مشكله، نبدي من جديد، عندنا القدره هذه. هذا اقصد فيها ان مشروع العائله محتاج قلب. ولهذا لو سمعت الان عيالي، ابنائي، امك شدت عليك، ابوك شد عليك، طقك، اهانك، احرجك، فشلت قدام ربعك، عادي، صف قلبك وروح لام ابوك وقول انا اللي اسف اني حطيتك بالموضوع.